السلام عليكم. راح نتعلم بهذا الفيديو كيفية إرسال التقرير إلى الأستاذ، وطبعا راح أشرح بهذا الفيديو آلية الإرسال بطريقتين. الطريقة الأولى هي طبعا الطريقتين راح يكون الإجراء الأول راح نقوم به هو نفس الإجراء من خلال الذهاب إلى برنامج الكام سكانر أو أي برنامج آخر تقوم بتصوير التقرير من خلاله وتحويله إلى ملف PDF. هنا راح أشرح على الكام سكانر. راح نبدي نأخذ صور للتقرير، يجب أن تكون الصور واضحة، عدم تحريك اليد، اختيار الإطار بصورة يحوي جميع أبعاد التقرير أو أبعاد الصورة، ومن ثم حفظ هذه الصورة، وكذلك نفس الإجراء راح نقوم به للصورة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن نقوم بتصوير جميع صور هذا التقرير. مثل ما تلاحظون هنا تم تصوير هذا التقرير من خلال برنامج الكام سكانر اللي هو كان يحتوي على 4 صور. تم أخذ هذه الصور بصورة واضحة، عدم تحريك اليد. بعدها راح نقوم بالضغط على خيار المشاركة. لما نضغط خيار المشاركة هنا راح يطلع لنا خيارات. الخيار اللي راح نختاره هو ملف PDF، يعني هنا راح يقوم بتحويل هذه الصور إلى ملف PDF. بعد الضغط على خيار ملف هنا بعدها راح نذهب إلى الكلاس روم ونحدد الصف الدراسي اللي نريد نقوم بتسليم التقرير إليه. هنا راح أختار أنا الصف الدراسي اللي هو التحليل الآلي. لما أفتح هذا الصف الدراسي راح ألقى أنه الأستاذ وضع لي مهمة اللي هي استلام التقرير. أضغط على هذا الخيار راح يقوم بإرفاق التقرير إلى هذه المهمة الدراسية ومن ثم إرساله. هنا لو ما قدرت ترسل هذا التقرير بهذه الطريقة راح نرجع للطريقة القديمة اللي شرحتها بأحد الفيديوهات من خلال الضغط على خيار PDF ومن ثم الذهاب إلى برنامج الكام سكانر اللي موجود بملفاتي وفتح التقرير حتى نتأكد أنه هو هذا الملف اللي راح نقوم بإرساله. نلاحظ أننا فتحنا هذا الملف وطلعنا عليه أنه هو هذا التقرير اللي نريد نقوم بإرساله إلى الأستاذ. بعدها راح نضغط على هذا الملف ومن ثم نعمل خيار المشاركة ونحدد نريد نشاركه للصف الدراسي. نختار الصف الدراسي اللي نريد نشاركه به ومن ثم نختار التقرير النهائي للتحليل الآلي. هنا راح يقوم بعملية إرفاق هذا الملف، راح يأخذ منك وقت حسب حجم الملف. بعد ما قام بتحميل هذا الملف نقوم بالضغط على خيار التسليم لغرض إرساله إلى الأستاذ. هنا قمنا بهذه العملية بطريقة سهلة جدا من خلال استخدام برنامج الكام سكانر لتحويل الصور إلى ملف PDF ومن ثم مشاركة هذا الملف في الصف الدراسي وإرساله إلى الأستاذ. طبعا هذه كانت هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فهي هنا الأستاذ راح يقوم بوضع بالمهمة الدراسية ملف مرفق. هذا الملف المرفق نفس ملف الأسئلة اللي كنت تمتحن به. لما تفتح هذا الملف راح تظهر لك مجموعة معلومات، تملي هذه المعلومات ومن ثم يظهر لك خيار الإرفاق. هنا راح تقوم بإرفاق الملف كما تعلمنا بالفيديوهات السابقة. أنا راح أخلي لكم طبعا بالديسكريبشن لهذا المقطع المقاطع الفيديوية اللي وضحت بيها آلية إرفاق الملف بهذه الطريقة. طبعا الطريقة هي أيضا طريقة جدا سهلة. بعد ما يتم إرفاق هذا الملف نعطيه خيار الإرسال وهنا تم إرسال هذا التقرير إلى الأستاذ. طبعا أحب أنوه بنهاية هذا الفيديو أنه مو أنت اللي تحدد الطريقة اللي تقوم بإرسال بها هذا التقرير، لا، هنا الأستاذ هو اللي راح يحددك يا أما الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. فأنت تشوف لو كانت عن طريق ملف مرفق راح نتبع هذه الطريقة اللي هي كانت الطريقة الثانية، أو لو كانت من خلال مهمة دراسية نقوم بمشاركة ملف PDF من خلال الصف الدراسي. اللي هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع الفيديوي اللي تعلمنا به كيفية إرسال تقارير الطلبة بطريقتين. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.